بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي ويميل بجوكتو السلام عليكم. وحاوهاي هرطة مرول بوحاس دعا برغمش دان أهضلك وحاوهاي هذو برغمش تعلم تقاق وحاوهاي فن يهز وإنتاكو إكو وحصو أهضلين لكن وحياه بضانو بحجر ودي هذا محانا كو قصباي إنا سوى هذا شيء أو كو كلفة وحاوهاي وحي إددكو جيدان وموخضو أركان وأيوة بحالي لا دافسرنا وجوني لكن واحد هوس أنا كشخص عام ضل يرني هستو إن عدل سقط برهن أما أق أما كفنانين هغير من كل قاعد لأن فنانين تاع الصوماليين دولي بقوة ضلك وصغن وضلك جوجو وحوا أنت وضد بدنك ميسي قا معناه قاب ترني كل جيران هنقدر قار فيديو يلا جهايو هو ما عرفتي إن وقلوبتك جرنو ومحل تلفن وقوم يستو وضد لوسو أديك سدو معركتي وضد معركتي صومالي ضد جوجن وحاول حقيقة مركي لقاعد له لبعطن دولار خوف كده وسوي دي بتاعك سوء ديك ست خوف كاس أتلاقي ضد كسر وده جرو وسوء هذا وحاول مهمة عن ربي إنك هذا لو حياة هاي هرت برنامج كده أو سعودي أو بلاو لايك دماد أو حاول يوتيوب كساب سنة إن يوتيوب كي قاعد إنه قاله يوتيوب كي إنه إيشون نخذه إن الرجال قلنا سوى بحيه إن هذا نوح كسر جفوا واحد صورنا حقيقة بوجود أهان هذا نرجع معايا إن واحد نبتوا هذا التاجن مركل قصته وخبرتي عزي يوم علي رهذا إن تعسدي أو من قشة يحبسك مركل قصته وحاول يهرت إن نينا خلط نوصل معي يعني وخلط مركل نوصل معي محلي رهذا أنا سكتجو إن جبوتي أقون أقولهن وحبنا إسنيك دحين وحا أركي نين إجسوا أحد لا يعني محلي رهذا أو بلا معنى ترى بين أوجيت أو عد كات لايو نكوا مرمر وأرك جري بحالي هذا لكن كم حرنا نيجا نن أو سوشيال ميديا كجرو وياي وخبيالد وسياسة كهذا وحياة منو عاسينو يا وأرك جري مركا أريم إجوا ويني وحسب اللي جري كل دولد يو فنسين يو وحياة ضد إسقاطين إنه كهذا اللي جري وحاسو ملين جري لكن كما دنبس وحاقو يا ذن إسكمن تتع أو إسكهذا لا أو تست سياسة حتى عن وحبك أقون دولد عن وحبك أقون خبيل عن وحبك كأقون بكوس إلا هاد قبيلك وياي يخلد وياي ما أقون أملي وما نملينا يا ذاتك وشجعنا إحنا وكبرش بكوس قفك وحاوي ذاتك وشجعنا يا ذات وحشتو أو ضد معنا محلي هذا قبيل صومالي ذا كميت أه واللي خانه أو ما يعقله أو ضد كذا شيء والسياسيين له أو اللي يرى له والفنانين له أو وهو البلهواي أو حاول يقف كان هدو كل الدنيا خبسن كرو لكن أنا هدو أمي سنة هاي شخص جاس أسيج أه وما يعيش قادين الصومالي ورن يبدأ يوتيوب كي هذا كور قعدته وقول جري وحاول إن أصلا غلب الله هم بوقف وغل عد أو كذا شيء عمل لو قدر وصل أصلاً حقيقة ذمرك أنك على لايو هرت أنا عد أنك بقايا إلهي مجرتو محاول درادنا وحدي وكل في إن أنا أنت سوفريستو وأنا لايف أنت وصلت اليوتيوب وأنا صارت محلي هذا أبا سوشيال ميديا تاعي المحلي وكاب بقايا كنا وكاب صار وحاول أنا جو حسوا عين نجد اللي يراه ويوتيوب كي جاي ولا لك يا تيب درجو وكيني دكان ماشاس تشوجو وحاول من أنا هن يوتيوب كي أصوص ديتكم مرايا ودي بدي أقدرجو وأنا وحبا هن وحنا أنك جرين وحاول قعدت وقصو خبتي جو برايد يوسميه وحاول كنت تأيبي وحياه بدنه يوسميه يوتيوب كي وحاول يسي ويحرجري وحاول أن أكون يحري يوتيوب كي العقنا كسميه هير أو كارتيه وحاول بو سوى لعلم يكلسوني أنا بده حس أو سلمرنا وحاول يوقف آمني أنا يفتي أو كآمني وحاول وحي ويسو درجري وحاول بو يسميه جري أوكي تاني كاس أنا صاحب كي جمان تهدي وقعن وقلو أما قعن بالآدم أما قف وقعن تقول له وأكو خصبنا أن يوتيوب مهم إيه معن نفتي سائي مهمة سو مالي محمد ها أوجد أما كده على أنا أكو أتكيس وأكو أتكيس كري نكاس مرك على أفرد تنس دس عهود كعك سارة مرك إلى على وحيم حنيها قفول وح أيق قاد كرت دملاهن أنا ممكن تشد عجوجو وأنا عندك بقين وأنا سنين خبيل أنا آم سنين وكني هوي دارات في ترك لا يا قبيل وأنت كجر تأي وحس يجري حنيهين إن مذيل أنا كرستوني كله تاع عندين عندنا عندين أم عطا سكاب عيني سال يجرين أما قفنا أصور من ربنا عن إن مذيل حنيه أم قاضي إنه سوى حبيق قاد كرنا أوجا because بنانين تم نخدشوا بقول كي بس سكاشن السجال قعنت وجران ما قعنت وجرنا أنا ما أهن مثلاً وان يقص أقل ضمي جبوتي وكسوا بلاو يقصوا ضمي كتير وان كعامس شبان كيري وحياه بدنو كهذا اللي جبوتي وجوجا قاعد جاكو تشي كانوا كهذا اللي وحياه باسو كهذا وان كعامس إلهي مقدسة إما هذا وحاوهي وحيره فرماجي محاوه صاحة هذا الشيء
أرنتي هذا نشى باكير وهي رجوك ما غيب قلك ارتد معنا صلك وصلك إيه صار إن واحد يقول كل في مركع أنا أو أنا منك أنا جايين أنا كبخن ودان فيديون وجايين وحبنا وسمينا إنه واحد يقول كل في إن عنده أنا جاهبين هبين هذا كبد أنا كروج وحصوا واحد يقدر يجوا يقدر يجوا صوا ويري إن ننقع شت ويقول من أبى أسكون الواحد إلا يوحى الصوم هذا قبل مسكينة وراح يوتر قعنا وجرنا نكاس قعنا وجرنا هذا قدرت هذا هذا قدرت هذا من الله يستعمل بس أنا ودي الحين نقطي نكي إنا وأنا هورني وأنا هذه أنا قد أحس هذا قال كان يوحاني ما كويس تعبنا يراس أو حاول هو هذا يكسدني لا قبقو oo rasiid nur allah marka aan ka daba taga aan dhaa waxa ka baqin waxba induu kuma sameey karo waxaal i tahay ahmed ahmed rasiid aan dhaa aan waxaal i tusay video uu ka soo dad dilayo oo dhalinyar Soomaaliyeed dilayo laamiga dhexdiisa ku dilayo video gaas marka arkay ninki saaxiibkayga waa u baqaray waa u baqay bis ninki marka waxa uu yiri live soo galay bari فهد وابري نكي ومرك أمبري وحواي وحل إيش يعني كصاحب كي آه إن لسيدا يقدر يجبر كل سيدا وحقير صاحب كصوتك ماشاس وحواي إن إمو إن جمير كي نكي عندي سو قال أنت ما هو كوير وحواي يقدر يجوا كصوتك الله يقدر يجوا يفهم كي يصير ماشي يقول يصير يحس ينولش يسا وكسو عرلو وانا وحبس كجر وقرو ما الى ما وحاول سو ما لوح من فنزلين دقدر فيك خياني وحيا بنو عاسي كاد لاي مركا حتى وحي تاغنت وحي هو كلف انا سو هذا لو حوا نيكي محل يراني هدي تركي بس ويركي وحي ودن غانتا كويستا انت اك بقاي ملح غانتي دين اي وجران وحوا ما انت ان ان ما كرتوني يو خبرت اني وليها الصومالي وامنت اني يوتيوب لسو فريستي خوفنا من بريجر حني يقول جري الصومال عسكر بري نوري ويقول جرا وحاول يتعيف واي إن الرجع ما ماله هو سوق السؤال لا ماله حتى يرتاح يقول كل فواحات هاي إن عتك ضد وصاب وحجر أو ضد وين أو أريك إنه وجدان ربان ضد أصحابك كم يتأه أو ضد أنا مركي أنا قبلني أنا اللي بدأك أنا أدري وحاول تضع أدري وحاول إني وجدان هذا عدد كي على صور دي يوتيوب يوتيوب رجع مسوي شيء يعني نكاسي يعني يوتيوب كي يقوم مسوي النسيس أي شيء يعني يوتيوب كي حني مركو هر اللي يجي قادر يوصل عليه هذي هذي نذ كم أنا تاخد سلتشو تاخد تلفون قاعد لا يعكي ونكاس أحمد رشيد الله قاعد لي وأحمد رشيد كات تلفون قاعدني تاخد وحنكو يري صاحب هذا نكاس نكلي را أحمد رشيد وقولي يك عن يوتيوب كي وحوي هدر تان هذا نكاس أساسا وحل يرا هذا يجي هي لي إن وحنن إيه ما قادر لي يوتيوب عصبة عن أني حتى سمستي يوتيوب كاس نو حاوى أم بهني لك حقيقة اللي درت واكسوها الله بكويري أصلا سرفتي صورة أو كبقاي سو مال محمد سرفتي صورة بقاي أحمد رشيد ويوتيوب كي يسو اللي أنتو وعي أنا لبر يوتمين أنا وعن وصاق لقد كنك اللي رادو أنا هبلاي هبل كعلسو مركو صاق لي وحير يكوغو رجيا سيدي يوتيوب كي أغو رجيستي محالي رادو أن دغدر بسوير كي وحياتنا يبدل بس مركزي ولا نمو ويجي قعد صدق يري محل يرى هذا إيه صدق اليوتيوب أنا وأكبر يا إيه شيك بس إنه يوتيوب كأكبر رجلي أنا بس أنا كشيء كذا ماشي أكو كاتي وحول عارف لها سيدي أنا عادي بس هذا إرتان على كل حال مهمة يسوي فريد سو حياته وهن إنه تسيا بقصدة لبرج سنوات قانان وصدري وحواي حياة كاتر ووعيا وحلية هي وحياة بقوة محل يرى هذا وقابين هي فيديو وكاتوبيا كانوا دوبيا ما له خاصة ما يش تنين كرجة لا جمر يبغون نقص عمريا مفهمتي سو مالي محمد وحاط الشيء جايا أنا قرت عد عنك بقاي ملاه يوتيوب كمان تدوه وإذا كبحه فيديو يوتيوب وح أقبانا ملاه وحوا أنا ونور هاي dad ba ka dhashay Soomaali Maxamed ka dhashay labaatan jir ahay mar walba jaanis ah haysta aniga laakiin waxa inii sheegaya dhalinyarada Soomaaliyeed wali ba fanka dhalinyarada fanaaniinta in ay gumeysi ku jiraan in tooda badan gumeysi idinku waxa idin soo gudbiyaan farxad in la wadaagaan heesa idin soo gudbiyaan laakiin xaqiiqda marka idin kala hadlo dhalinyarada gumeysi in tooda badan ku jiraan waa loo caag jugleeyaa qaar kood video waa laga haya qaar kood wax walba lagu sameeyaa qaar kood dadaa loo adeegsaa raga loo adeegsadaa
ninkiina ilaa ay hadeertaan waxa dadku ee daba taagan yihiin ee sheegaan waxay tahay muxuu idin daba taagan yahay sharma muxuu oga soo hadlay dadku waxay isdeeyeen hadeer shar ee sheekada weeb aamuste muxuu wax sharmi iyo hadana oga soo hadlay waxa waa wax oga soo hadlay dadku kulli feeso naaga naagu dhalay wali cagtu cagtu noo saaraya waxa waa hadana anaga nama soo aadi karo oo ninimadiisa anadu nuguma soo aadayo nooguma caga jugleynayo meelo hoos hoose iyo gabdhihii iyo xaafadihii iyo familkiiyo nagala maraaya dagaalada ciifeed cidiyaa hoosteedu nagala diraaya waxaa inii sheegaa aniga hadeertaan deeq darajo walaalkayga waa isla joognaa waxaa waaye ilaa iyo ambeel oo maxaa waaye ilaa iyo familkiis u baqaan heerkaasuu maraaya oo la yidhaahdaa maxaa la yidhahdaa intaa lagu idiin diraaya oo aniga xataa la idhaha waa lagu intaa lagu diraya waxaa waaye annagoo dalkeena joogno oo dhallinyaro soomaaliyeed ah oo dalkeena joogno oo anagoo dalkeena joogno dhibaatada jirto dalkeena la ogyahay horumar ku sameyneyno ahaa dad haddana xagga jooga oo qurbahaas ku nool oo nabad ku nool oo firiyi ku nool waxay nagula dhaqmayaan waxyaaba aynan u dulqaadan karin fanaaniinta soomaaliyeed qaarkood inta badan horey ugu soo dulqaateen waxaa idin sheega anigu qof bini aadan aan ka baqaayo ma jiro ciilka iyo ilintana waxa ii keenaa waxay tahay aniga haddii aan adkaysto oo ninnimadeeda aan ku adkaysto oo wuxuu yahay aatus waxaa waa meel aan ka damqanaayo rag ama dhalinyaro ama gabdho iyo dumar yaxagoodu naga soo maraaya iyo meel aanan maxaa la yidhahdaa dad aan maxaadhoon eed anaga tusha naga koreysaa oo dartiina wax walba nagu gaaraan leeyahy soomaali maxamed aniga waxaan rabaa in ay ogaato dhib zaa'ida 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 fanaaniinta soomaaliyeed aniga u hadlaya afka fanaaniinta ku hadlaya weliba kuwa dalka ku sugan dhibaato zaa'id ah oo zaa'id oo zaa'id aa naga heysato xaggaan iyo maxaa la yidhahdaa dadkan ku sugan dhankaas iyo maxaa la yidhahdaa qurbaha hadalka aan ku dheeraanaya nin soomaali maxamed waxaa waaye waa ka raali gelinayaa xanaaqa iyo kuleelka iyo hadalka aa ku hadlay waxaa waaye arrinka inay ogaataan arrinkaas meesha uu marayo ninkaana uusan naga daba harin cagta cagta uu noo saaray haddana waxa aa kasii ciisoonaya waxay tahay afka uu ku hadlaya xanihiisa maaha ninnimadiisa maaha raganimadiisa maaha mar walbo aa ninkaas ah inaa ka hortaga aa damco waxaa isoo hor istaagayo axmed rashiid waxaa isoo hor istaagay axmed rashiid ninka noogu yiilay ninkaa ninka dhallinyarada soomaaliyeed wax ay uga baqaysa ma aqaane dhallinyarada soomaaliyeed oo dhan ay ka wada kaadinayso ninkaasuu naga soo maray ninkaas markuu awoodi waaye deeq darajo cilmi kuma dhamo wallaahi oo billaahi oo talaa xabad cilmi ah oo intaas dheginus ku dhameen awood waxaa u yeelan inaan youtubekiisa ahwada ka saarno uu naga soo weeraraayo uu awood u yeesa deeq darajo uu ka daba tagay waxba wuu naga qaadi waa asiga ilmaha xunka u wato asiga waxba sameeya xaniyo maaha qol meeshaasuu ku jiraa dadaa waxay ugu yiilnaya afaare qabiil qabiilka markaa qof ugu yiilinaysa waa qabiilkaaga marka lagu qaldamo a qofka qabiil loogu yiilaya laakiin inaana qabiil lahayn qabiil wax ogeen raganimo aan lahayn soomaalinimo aana ku jirin oo waxba aana taraynin afkaas uun faaq ka haayo oo isku diraaro ah aa qabiil ugu yiilinaysaan waxaa waaye waxaa loo danqadaa qofka qabiil wax ka yaqaano qabiiluusa waxba ka aqoonin nin raguusa waxba ka aqoonin heeruusa waxba ka aqoonin waxaa waaye dhallinyarada soomaaliyeed waxba ka aqoonin ninkanaasa ninkaasaa noo jabiyey oo la yidhaahdo axmed rashiid aa gacanta noo geliyay waxaa waaye haddana uma jabin oo macnaha waxaa la oynaa aan la ciisoonaa maaha youtubekeygii in macnaha gacanta uu ku heesto ama weli la ixkum youtubekeyga anaa gacanta ku heesto xitaa deeq darajo hadda gacanta kuma hayo akoontigeygana anaa gacanta ku heesto youtubekeyga anaa gacanta ku heesto wax walba anaa gacanta ku heesto laakiin weli caga jugleen iyo dadkii deeq darajo ilaa hadda waxaa waaye uu kasoo tagay noloshiisii wixiisii wixii u socda horumarkiisii meeshuu joogo uu kasoo tagay waxaa waaye xayaad kaajal iyaduna sidoo kaleeta gabadhaa way kasoo tagtay waxaa xamaray ku sugan tahay wa oga soo daba tago waxaa waaye dabadu hadal u qabtay wuxuu dadka ugu booteenayan waxay tahay oo dadko dhan ay uga baqayaan dhallinyaro soomaaliyeed fanaaniin soomaaliyeed iyo dad fara badan oo hadda magacyadooda inta kasoo qaadaynin oo hore wax ugu geystay oo videoya u kasaystay inta badanna ninkaas dumarku wax ku sameeya ragga wax kuma sameeyo ragna wax kama yaqaano waxaana aaminsanahay inaysan weliba rag is arkin haddee rag is arki lahaayeen ama maanta uu soomaalihi joogi lahaa waxaa waaye ninnimadiisa la tusi lahaa waxa uu asiga yahay buu arki lahaa soomaali maxamed waxay ogaataan
ninkaas inuu dhib nagu haayo dhalinyarada soomaaliyeed inuu dhib ku haayo ma fahanteen. waxaa waaye anigu inta hadalkaas waxaan usoo gudbinayay oo muhiimaddu ay tahay waxaa waaye oo raaligelinta aan ayaan dhaweeda bixiyey ama baryada aan baryahay ma ahayn waxa aniga asiga ka baqay ama cilmi uu iiga badiyey ee deeq dina jaabaskoolad madaxa looga haya xaniyo gurigiisaa loogu tagaa ku yiray ma fahanteen, sii familkiisaa loo tagay, waa la isoo waxay. marka aniga awood kaloo ii furneed ma lahan waddo kaloo aan sameeya inaan ninkaasi tuwaco aan baryo oo video soo duubi dhaho aan video usoo duubo waddo ahayn ma lahan. markii tii ee dhacdan isla subaxii qabiraha qabsatay oo xabsiyaa gale oo tacsiyaa gashay ninkii ilaa hadduuna daba taagaya alaay kulaa hadalka waxa kusoo xiraaya muhiimaddu ay tahay waxay tahay ninkaas asiga ah inuu weli cagta cagto oo noogu saaran yahay oo na daba haayo waxaa waaye anigana ma aan shaqsi u daba haayo waxaa waaye ninkaa deeq darajo oo dhalinyarada walaalkayga ah iyo waxaa waaye bahalkii maxaa la yihahdaa deeda anagoo dhan famil waa ka dhalanay qofka familkiisa anigu maxaa dadku isdhahaana laga yaaba dadkuan maxaa la yihahdaa famililadood maamin maysan waxba qaban karin oo ninkaas yaa horta familiya wax u qaban kara famil qofka markuu familkiisa la ogyahayo meeshuu kasoo jeedo ninkaan familkiisa lama ogo wuxuu yahay kama soo jeego qabiiluu sheegtaa qabiilku uu sheegto wuu sheegta un aniga hadda qoladaa rabaa sheegan karaa laakiin dadka aan ka dhashay waan dhex joogaa waa kuwaanaa ayaa ka dhashay waa sheegay waan ku faanaa waa ka dhashay soomaali maxamed oo guud ahaan uga dhashay laakiin khaasatan majaardeena kasoo jeedaa qabiilkan in laisku barto waa muhiim maahan qabyaaladu quluubta ma ahan ma fahantay laakiin muhiimaddu waxay tahay ninka meel loo raacdo ma lahan oday cista ma lahan nabadoon looga dacwoodo ma lahan dad loo mara ma lahan wuxuu yahay ma lahan saasay tahay dad ugu sii hiilinaya aan qabyaaladda iyo soomaalinimada iyo qabiilkaba waxba ka aqoonin marka waxa u sheegaya soomaali maxamed arrinka inay saa u ogaato videoga wax igu soo kalifanay arrinkaasa ahayd waana in salaamiya kuma sii dheeraan karo waxaa waaye haddii aan hadalka intaa ka badan kusii dheeraadana hadalaa iga tagaya soomaali maxamed wasalaamu calaykum waana in salaamaya goodbye.